استقبل رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي السفير السوداني لدى البلاد سعادة عبد العزيز حسن صالح بهدف توصيل رسالة رئيس الجمعية الوطنية لدولة السودان إلى نظيره التشادي. حضر المقابلة معاوني رئيس الجمعية الوطنية آدم محمد شرف الدين. دعما للعلاقات البرلمانية التي تربط البرلمانين التشادي والسوداني في مختلف المجالات الاجتماعية منحة والثقافية والسياسية، تجيء زيارة السفير السوداني لدى البلاد سعادة عبد العزيز حسن صالح إلى رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي، وذلك لتوصيل رسالة رئيس البرلمان السوداني إلى نظيره رئيس البرلمان التشادي التي فحواها توطيد العلاقة المتينة بين البرلمانين وكذا الشراكة التشادية السودانية حول تطوير وترقية الرؤى المستقبلية بين البرلمانين، هذا ما أكده السفير السوداني أثناء خروجه من المقابلة. البرلمانين بينهم اتفاق منذ 3 سنوات، هذا الاتفاق يتيح التواصل المستمر سواء كان عبر الرسائل حتى عبر اللقاءات الثنائية التي تجمع بين رئيسي البرلمان في البلدين في اجتماعات البرلمانات الأفريقية، برلمان الاتحاد، البرلمان الدولي، برلمان اتحاد مجالس الدول منظمة التعاون الإسلامي. هذه الرسالة في هذا الإطار، علما بأن هذا اللقاء حضره معاوني رئيس الجمعية الوطنية إلى جانب مساعدي السفير السوداني لدى البلاد. وفي إطار تعزيز العلاقات بين البرلمان التشادي والمالي، استقبل رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي سفير دولة مالي بتشاد، ثم التطرق إلى العديد من القضايا التي تهم كلا البلدين. خليل حسن. بعد 3 أشهر من اعتماد أوراقه كسفير لبلاده في تشاد، تجيء هذه الزيارة التي قام بها ساديو غاساما سفير دولة مالي إلى الجمعية الوطنية، حيث عقد سفير لقاء مع رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي وبعض من معاونيه بالجمعية الوطنية. وعقب الجلسة التي استغرقت زهاء الربع ساعة، أعرب السفير عن ارتياحه بهذه المقابلة، وقال إنها تعتبر نجاحا لمهمته التي بدأت منذ أشهر في تشاد، والتي يسعى من خلالها إلى توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وترقية العلاقات بين البرلمانين التشادي والمالي، مشيرا إلى التعاون المشترك بين مالي وتشاد في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية وغيرها. وأضاف أن أخذ رأي ممثلي الشعب أمر غاية في الأهمية لمتابعة وتقوية أواصر العلاقة القديمة بين تشاد ومالي، خاصة وأن الشعبين يتقاسمان العديد من الثقافات المشتركة. استجوبت صباح اليوم الجمعية الوطنية وزير البريد والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصالات محمد الطاهر للرد على سؤال شفهي نوقش قدم إليه من قبل النائبة البرلمانية حول عملية الاتصالات الإلكترونية وتقنين عمل شركات الهاتف المحمول والإنترنت في تشاد، على ضوء الأسئلة المختلفة التي قدمت للوزير من قبل النواب، فقد أكدوا فيها بأن أسعار المكالمات الهاتفية للهاتف الجوال في تشاد مرتفعة جدا. وقد ترأس أعمال هذه الجلسة النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية موسى خدام.